كفاء وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا عجزنا عن التعبير عن مدى محبتنا لك، فعلمنا في هذا الميدان ما تشاء حتى تزداد سعادتنا بك يا رب. أمين أمين أمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان ولا عدوان. الآن بفضل الله تعالى ومشيئته وبركاته نزور بعون الله ثلاث آيات الأولى من سورة إبراهيم عليه السلام. يقول ربي سبحانه وتعالى ألف لام راء، وقلنا شو سر الترتيب هذايا وعلاقته 19 على 16 أي جهنم و19 هي القوى تتكرر فيما يخص فوات الحروف الفاتحة في بعض سور القرآن. ألف لام راء تاب، أي القرآن لا غوسبل ولا توراة ولا بصوم، لا قرآن هو الكتاب. لأن الأخرين امتدت إليهم أيد المجرمين بني إسرائيل، ومن يدعون النصرانية باطلا لا نذكر كل الله يبارك فيها إن شاء الله ترى يا رب في أقرب أجل. إذن هنا الكتاب، كتاب اللي عند المولى والكتاب اللي نزل بفضل المولى. ألف لام راء كتاب أنزلنا هنا أنزلنا، إذن القرآن كما سبق أن تحدثنا عنه بذلك. إليك يا محمد، لا إلى جون ولا بول ولا برناديت ولا لا. ألف لا حرم التنزيل على الأنثى، مش تعرفوا تحطوا الناس في حجامة وموقع، ولا تلف في مناس المترنال ودرا شنو، ولا تبنوا صار يخدموا على نغمة الأنثى. وقت قال فيهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كانت فتنتهم في النسافات، فتنتهم وصلت أن ألهوا المرأة وعبدوا جسدها واستغلوها في التجارة البغيضة، التجارة بلحومهم ونسونة عقولهم وغياب عقولهم. ونرجع إن شاء الله تعالى إلى الآيات الكريمة وهو أفضل لنا، والسلام على من اتبع الهدى.